يعني تجمعنا وثيقة تنظم مستقبلنا، لأن يوم العمل ونقول نطرق المجال للإخوان والأخوات لتونا من جميع أقاليم الولايات أن يتدخل وأن يعدل الأفكار والوجوهات. كلمة قصيرة جدا، ثم أريد أن ألفت لم نحتكر على توجهات النظر، لم نحتكر على الحوار، وحنا نقول تحميقش بقول مدشة والله ما نعرف نعرفه الجزائري. قدمنا مطالب واقتراحات للجنة الحوار هذه بالله بصراحة، وكان عندنا 5 اقتراحات، وهي أولا رحيل حكومة بدوي إنشاء لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات بعيدة عن كل الإدارة. كي نقولوا بعيدة عن الإدارة ما يبقى ولات، ماذا بين الولات ما يبقاوش الولاد وكاع اللي شاركوا في التزوير تاع الانتخابات.